قد ايش جبت المعدل؟ 18 عندي يعاني من مرض خطير وهو مرض سرطان الدم. ده هذا المرض الخطير يحتاج إلى زرع الخلايا النخاع، زرع خلايا النخاع. رغم ذلك أن خاوتها لدونار في ثلاثة ما خرجوش مش يمدوا لها هذا الزرع. قال لي الأطباء في قسنطينة قالوا لي دي بنتك تأكل وتشرب في حالة ما إذا رجع لها المرض معناها تروشوتي أرجع نعودوا لها الدواء. الدواء هذا ما كانش في الجزائر تاع تروشوتيا، راهو يتباع في بأثمان باهظة في خارج الوطن. واللي تقدمت الملف تاعها الأخر للترك، بعثت الملف تاعها للبلد الترك، قالوا لي تقدر العمليه بمليار و800 مليون. ذا نطلب من وزير الصحه والسيد رئيس مجيد تبون النظر لهذه البراءه.